مين اللي قبض على وسام؟ الامن الوطني ده اكيد عشان صور المجله. يعني عايزنا نشوف اللي قتل جوزي بعيني واسكت؟ احنا لينا دي هنشوف بقى الطريقه اللي ناخدها بيها ازاي. كل شيء قانوني وبالاوراق. كان في مليون حل غير انك تحط ايدك في طارق الجمل. طارق اللي انا متهمه بقتل مراتي وابني. طارق الجمل لقوا فين؟ لو مقتول في عربيته. انا اللي طلبت من عادل يطلقك. وانت عملت كده ليه؟ عشان عارف ومتاكد انك مش مبسوطه معاه. انا مسافر الاسبوع الجاي، هطلع على اسبانيا. انت لسه فاكر انك ليك بنت اسمها ايتن؟ انت النفس اللي انا بتنفسه ايتن. بعدت عنك لكن والله كان غصب عني، سامحيني. ما علاقتك بالمجني على ايه طارق حسن سيد الجمل الشهير بطارق الجمل؟ كانت علاقه عمل. كان في بين شركتي وشركته مشروع مدينه سكنيه. بس اللي باين عندي هنا ان انت بتتهمه في حادث اغتيال ابنك ومراتك. ده كان بسبب خلافات قديمه. ايه هي الخلافات دي؟ حصلت لي بسبب مشكله وخليتني اسيب الشركه. وايه هي المشكله دي؟ طارق صديق قديم. انا ما عنديش اي مشكله معاك كشخص. كل اللي حصل ان احنا كنا عايزين ندخل المشروع لوحدنا كشركه. صديق قديم ازاي رغم كل الاختلافات اللي كانت بينه وبين ابن جوزك يحيى نور الدين؟ مدام نايت كانت شايفه ان الاتهام ده نتيجه حزن باشمهندس يحيى، وان باشمهندس طارق مستحيل يعمل كده. الناس اللي في الشركه بيقولوا انك طردتيهم من الشركه هو وباشمهندس ماهر اللي بيجري اصلا انه متعاون معاه. رد فعل طبيعي للي طارق عمله معانا، وبعد كده قابلني ووضح لي ان هو عمل ده علشان ينقذ شركته من الافلاس. اخر مره شفت فيها طارق الجمل كانت امتى؟ اخر مره كان طالب مني ان اقعد مع ابنه ادم وقت اضافي عشان كان عنده مشوار مهم، ولما اتاخر قوي كلمته على الموبايل بس ما كانش بيرد. بعد كده لقيت موبايله اتقفل. كنا مع بعض في البنك لما سبت الشركه. مش فاكر تقريبا بعد ما اتحقق معاه بتهمه القتل هو طلب يقابلني. وكان عاوز يقابلك ليه؟ يعني كان عايز يقول ان هو ملوش علاقه بقتل مراته وابنه. باشمهندس يحيى، سؤال اخير. لو اتاكدت ان طارق الجمل هو اللي ورا قتل ابنك ومراتك ممكن تعمل ايه؟ انا بعترض على السؤال ده، انه ملوش علاقه ابدا بموضوع التحقيق. تغلق التحقيق في تاريخه وساعته. ازيك يا يحيى بيه؟ ازيك يا حسين بيه؟ انتظر معاك بره يا يحيى بيه. اتفضل. شكلك اتعصرت جوه. عادي، متعود على كده. حازم فين؟ معرفش. هو عارف بقتل طارق؟ اكيد طبعا، اذا كنت انا عرفت هو مش هيعرف. الله، هو انتوا مش بتشتغلوا مع بعض في القضيه دي؟ المفروض، بس هو بقاله فتره مختفي، لا بيرد على الموبايل بتاعه ولا حتى بلاقيه في مكتبه. اللي فهمته من التحقيقات ان هم لسه ما لقوش موبايل طارق لحد دلوقتي. ده صحيح. محفظته كانت معاه؟ ايوه. ده معناه ان موبايله كان فيه دليل يوصلنا للي قتله، وان اللي قتله ده كان يعرفه معرفه شخصيه، علشان كده خد الموبايل. احنا فكرنا في كده برضه، عشان كده احنا هنجيب ارقام التليفونات اللي اتصل بيها في اخر 3 شهور وهنتحرى عنها. لكن السؤال بقى، انت شايف ان الشخص اللي قتل طارق الجمل هو نفس الشخص اللي حاول يقتلك انت وعمك؟ مش عارف. هو تبقى بلغني لو في اي جديد. تحت امرك يا حبيبي. رد بقى. ليه يا سامي؟ بتسلم مين؟ بيحيى. هيفرسني يا مامي، كل ما يبقى محتاج حاجه بيرد عليا، لما انا بقى ببقى عاوزاه في حاجه ما بيردش ابدا. انت بتتكلمي عنه كده زي ما يكون خطيبك. هو في ايه؟ قضيه بابي يا مامي. هيكون في ايه يعني؟ ما انت عارفه. عارفه ايه بقى يا كرومبو؟ الو، ازيك يا عمر؟ عامل ايه؟ أنا كويس الحمد لله. عملت إيه في موضوع وسام؟ عرفت توصل لحاجة؟ طب خلاص، لو وصلت لحاجة بس بليز بلغني. ماشي، هستنى تليفونك. باي. بتكلمي يا عمر ولا زعلانة من يحيى إنه ما بيردش عليك؟ إيه قصتك بالظبط؟ مفيش قصة ولا حاجة يا ماما. الله. غدا، انت بتعملي ايه هنا؟ كنت جايه لك البنك وبعدين قلت استناك لما تخلص شغل احسن. في حاجه حصلت ولا ايه؟ ايوه يا اشرف، محتاجين نتكلم. طيب يلا.
يحيى. ها طمني، عملت ايه في النيابة؟ مفيش جديد. الله يرحمه. ايه ده؟ مالك عامل كده ليه؟ شكلك عايز تقولي حاجة. أنا مش عاوزك تاخد أيتن. طب وهي وافقت؟ ما قالتليش حاجة يعني. أنت إزاي تطلب منها تسافر معاك قبل ما تاخد رأيي الأول؟ يعني أنا قلت برضو إن أنا أوفر عليك المشاكل اللي أنت موجود فيها. فقلت هقولها في الأول. لو وافقت هاجي أكلمك. لو ما وافقتش خلاص. فأنت قلت بقى تكمل عليا وتاخد أيتن، مش كده؟ يا راجل أكمل عليك إيه بس، أنت التاني. تعال. تعال عايز أتكلم معاك شوية. يا نهار أسود. طب يتقتل؟ ده إمتى؟ إمبارح. احنا كنا لسه بنتكلم عليه امبارح يا غاده. اشرف انت رحت فين بعد ما نزلت من عندي؟ ايه بقى؟ ايه؟ طب بص يا غاده، انا وانا صغير كنت بقرا عبير، ولما اتجرأت شويه قريت الرجل المستحيل لغايه ما طلع لي في الحلم بطلت اقراه. اللي انت بتقوله ده انا اللي مش فاهم، انت ازاي بتفكري كده؟ انت ازاي تشك فيا؟ وانت مش مستغرب الصدفه؟ لا انا مستغرب اكتر في انك بتشك فيا انا ومش بتشك في جوزك عادل. عشان انا عارفه كويس قوي ان عادل ما بيحبنيش، وانت يا اشرف اللي قولي أنا بحب مرات أخويا. اسمع حبيبي، أنا عايزك تفكر بعقلك مش بقلبك. تفتكر واحد في وسط المشاكل دي كلها وحواليه كل المصايب دي وكل المسؤوليات دي هيبقى فاضي علشان يربي بنت في السن ده؟ طب بلاش، أنت امبارح جبتها منين؟ سيبك من ده كله، تفتكر البنت مش هتعند بعد عملته قدام صحابها؟ أنا معترف إن أنا اتصرفت بعنف شوية زيادة، بس أنت حط نفسك مكاني. الشركة بتروح، وقتها كنت لسه جاي من حادثة طارق، معلش كل الحاجات دي خلتني ما قدرتش أتحكم في مشاعري. يحيى يا حبيبي، البنت محتاجة لصاحبها، محتاجة للي يحل محل. محتاجة للي يحل محل أمها، وإنت مش هتقدر تعمل كده أبداً. وأنا خلاص بعت الأوتيل وحولت فلوسه بره، والفلوس اللي موجودة بره دي تكفينا وتزيد كمان، ومش هيبقى ورايا أي شاغل غير إني أعتني بأيتن. وأنا مش هسيب أيتن. يا يحيى إنت لسه صغير في السن يا حبيبي، ومصيرك تتجوز. تفتكر إن أيتن هترضى إن يجي حد يحل محل أمها؟ بس أنا مستحيل أتجوز تاني. طب وسلمى؟ أيتن حاسة باللي بينكم وبين بعض ومش مبسوطة، فما بالك لو اتجوزته؟ على فكرة أنا مفيش أي حاجة بيني وبين سلمى، إحنا يمكن بنتقابل كتير بس ده كله علشان القضية مش أكتر. وأنا هحاول أصدقك. وأنا مش بكدب عليك. أنا عارف إنك مش بتكدب عليا، لكن أكيد بتكدب على نفسك. اسمع حبيبي، أنا عندي حل وسط. إيه رأيك لو أخد أيتن معايا تقعد لها كام أسبوع؟ على الأقل يا أخي يتغير هوا، وبعد كده نبقى نقرر. سيبني أفكر. بس خلي بالك أنا مسافر بعد أسبوع. يا لهوي، أنا خاف أعمل حاجة زي كده. يا معلمة ما تبقيش نفرية بقى، مش أنا قلت لك أنا عايزك في موضوع مهم. بص يا ست، أنا قعدت مخمخ كده وأفكر ولقيت الحل، وإن شاء الله هعمله بقى عشان أجيب لك حقك وحق علاء. أنا كل اللي محتاجه سيولة. يعني عاوز فلوس؟ آه يا أم علاء والله غصب عني، أنت عارفة الإيد قصيرة والله. أنا عايز فلوس علشان أجيب الرجالة اللي هتساعدني ونشوف هنعمل إيه. أنت عارفة محدش دلوقتي بيعمل حاجة لله. عاوز كم يعني؟ يعني بتاع كده يجي 3,000-4,000-5,000-9,000 جنيه. بس أنا معيش المبلغ ده كله. طب معاكي كام؟ ما حلتيش غير 1,000 جنيه في البيت والدبلة دي. وعهد الله أم علاء، أنا ما كنت ناوي أقلعك دبلتك ولا أخد منك حاجة، بس أنت عارفة بقى الإيد أصيلة. بس إن شاء الله أعوضها لك بإذن الله، بس لما نجيب حق علاء. أنت حقك عندي في رقبتي إن شاء الله. يلا يا أختي كده، وإن شاء الله تطمني وربنا هيعمل كل حاجة. إن شاء الله ربنا هيسهل لنا ويخلينا في حالنا على طول. أيوه هسافر خلاص، مش قادرة أقعد هنا يا دينا. المدرسة دي آخر حاجة ممكن أفكر فيها. ممكن أيتن؟ أنت صاحية؟
انا كنت لسه سامع صوتك وانت بتتكلمي. طب اقفل يا دينا. باي. اتفضل يا بابي. لسه زعلانة؟ لا بس انا زعلان. مستغربة؟ انت فاكرة اني هكون مبسوط لما اشوفك قاعدة في مكان زي اللي كنت فيه ده؟ مش هروحه تاني اصلا. تمام. عشان هسافر مع جده. خدت القرار خلاص؟ يا بابي. وانا موافق. مادام لي رابطك مش هقدر اقولك لا. انا لا يمكن اقف ضد اي حاجه ممكن تريحك حتى لو كانت هتعذبني. انا فاهمه انت عايز تقول ايه. لا لا لا، عمرك ما هتقدري تفهمي حاجه دلوقتي. يمكن لما تتجوزي وتخلفي ساعتها هتفهمي حبي ليكي ده عامل ازاي. انا مش عايز اي حاجه في الدنيا دي غير اني اشوفك سعيده. رد يا بابي. ايه يا علا؟ طب شوفي عايز ايه؟ طب انا جاي. خلاص يا علا انا جاي. روح يا بابا. ماشي يا حبيبتي. هروح بس مش هتأخر. هرجع لك على طول. لا ابدا مفيش حاجه. معالي الوزير عرف باللي حصل للباشمهندس طارق الجمل. الله يرحمه. وعرف كمان باللي هو عمله قبل ما يتقتل. الموضوع ده مسبب احراج كبير جدا لمعالي الوزير. فلوس زي دي اللي كانت هتخش في مشروع سياده الرئيس كان هيتكلم فيه بنفسه. تروح كده؟ ده تطير فيها رقاب. انا اقصد رقبه معالي الوزير. يحيى باشا، معالي الوزير متحمس لك جدا وعارف ان شركتك اسمها كبير، وعارف كمان ان بيديرها مجموعه من الشباب، ودي الصوره اللي احنا عايزين نعكسها. طمن معالي الوزير ان الفلوس دي هترجع. لازم ترجع، لانها لو ما رجعتش كرسي الوزاره وشركتك. يحيى بيه احنا عارفين انت كنت بتشتغل ايه زمان، عشان كده معالي الوزير اختارك انت بالذات عشان ترجع الفلوس دي، بس في السر ومن غير تكليف رسمي ومن غير ما حد يعرف. لان الخبر ده لو طلع هتطير فيها رقبتك وهتطير فيها الوزارة. وأنا موافق، بس كنت محتاج منكم مساعدة. تحت أمرك. أنا عرفت إن الفلوس اتحولت لحساب في المصرف العربي الدولي. حضرتك عارف طبعاً إن البنك ده مش تابع لإدارة البنك المركزي. أيوه. يعني لو معالي الوزير يعرف حد جوه البنك نتأكد منه إذا كانت الفلوس لسه موجودة في حساب طارق الجمل ولا لأ. ده هيسهل علينا كتير. كده تبقى محلولة. بس لازم نعمل ده قبل الفلوس ما تتحول على حساب تاني، لأن ساعتها أنا مش ممكن أتخيل إيه اللي ممكن يحصل لنا. انت هنا من امتى؟ من ربع ساعه. بنت اخوكي فتحت لي الباب وسابتني، بس انا اتصرفت. ما كلمتنيش ليه؟ قلت لي انك جاي. كنت عايز اعملها لك مفاجاه. معلش كنت عايز اقعد معاك اكتر من كده، بس للاسف طيارتي كمان ساعتين. افهم من كده ان انت برضه هتسافر من غير ما تنفذ اللي طلبته منك؟ طب يا عادل انا اسفه بقى، انت اللي جبت لنفسك. طول عمرك متهوره. أطلقتك النهاردة الصبح. ده بجد؟ بجد. فكرت كتير ولقيت إن الطلاق أنسب حل. الناس المتحضرة اللي زينا
صعب يبقى في بينهم مشاكل من النوع ده. شكرا يا عادل. العفو يا قلبي، انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. كان نفسي اقول لك مبروك اللي هو الخبر بتاع موت طارق الجمل. البقاء لله. شرفتنا يا فندم. ألف شكر يا يحيى بيه. ويا ريت تأكد على معالي الوزير المطمن. إن شاء الله، تحياتي. اتفضل يا فندم. اسبقوني على المكتب. نهت فين يا شاب؟ مش عارف بس هي تقريبا في البيت. طب تعالى. في حاجة؟ عاوزك معايا يا أخي. هو أنت مش شغال هنا يا عم أنت؟ اشتغل بقى. في الأول الشغل كان ماشي تمام مية مية لغاية ما ظهر خبر قتل طارق الجمل. المقاولين قلقوا، جمعتهم وفهمتهم وأقنعتهم ورجع الشغل تاني لغاية النهاردة الصبح. ده اللي سمعته يحيى بيه وبلغت بيه باشمهندس ماهر. أنا كنت ماشي في الموقع وسمعتهم بيتكلموا بس ما كانوش واخدين بالهم مني. لقيت المعلم فرج بيقول إن حد قال له إن طارق الجمل اتقتل، واللي قتله لا مؤاخذة يعني حضرتك. حد قال له؟ طيب وهم مصدقين الكلام ده؟ بيقولوا ان حضرتك عملت كده علشان هو نصب عليك في فلوس الشركة والشركة هتفلس. حتى الشيكات اللي استلموها بدون رصيد. ومن ساعتها والشغل واقف لغاية دلوقتي. ماهر، عاوزك تطلع على الموقع تجمع المقاولين وتقول لهم اللي مش هيسلم في ميعاده هننفذ على الشرطة الجزائي. عايزك تبقى شديد معاهم، تنسى حكاية بقى معلش يا جماعة احنا بنعتذر لكم. ما تجيبش سيرة أي اعتذار في كلامك، فاهمني؟ فاهم فاهم. شاب، هتروح مع ماهر الموقع. حاضر. يلا بينا. استنى عشرة. حاضر، تحت أمرك. عايزك لو حد سألك عن موضوع القتل ده، لا تقول له ولا لأ. المهم انك تقول لهم ان كل واحد هيقبض فلوسه قريب قوي. قريني؟ اريك يا كبير. تكل. في حاجه كده كنت عايز اقولها لحضرتك، يعني هي مش وقتها. تسمح لي؟ اتكلم. انا عارف انك انت جايب غريب ومعلق عشان ياكلوا عيش، بتكسب فيهم ثواب، انت مش محتاجهم، بس انت ما بتعملش خير. انت بتربي تعابين عندك، والتعبان اول ما يلدغ يلدغ ولي نعمته. انا مش قطع ارزاق لا، بس هو ده التعبان اللي ما يعرفش يفرق بين الخير من الشر. ربنا خلقه كده، خلق التعبان عشان يلدغ وبس. وهم عملوا حاجه؟ لا بس مش مستريح له. طب عشري، لو في تعبين وعاوزه تلدغك تبعدها عنك ولا تحطها تحت عينيك احسن؟ الله عليك يا كبير، ربنا يكفيك شر عدوينك. انا ما اعرفش حد في الصوره دي غير يونس عبد الحميد. نتكلم؟ مش بالسهوله دي. يونس كان مشهور بحفلاته اللي يحضرها كل من هب ودب في البلد. والله اعلم هيعرف ولا لا. تبقى بصيلي كده ليه؟ استغرباك بصراحة، مش انت يحيى اللي انا اعرفه. حاسة انك بتتلكك عشان ما تتحركش. سلمى، هو انت كنت قريبة مني قبل كده علشان تقدري تحكمي عليا اذا كنت بتلكك ولا لا؟ انت اللي دخلتني معاك في اللعبة دي من الاول، وبقيت كل ما اجيب لك معلومة تاخد منها اللي انت عايزه وتتغير، والمرة دي بقى بتتغير في نفس اللحظة، ما استنيتش حتى لحد ما امشي. انا الشركة بتضيع مني يا سلمى، وايتم كل يوم بتبعد عني اكتر واكتر. أنا مش عارف أعمل إيه. يعني وصلت فعلاً للضياع من يوسف ومنى وجبت حقي منه، بس فوقت فجأة لقيت أيتن راحت هي كمان،
انا كده هرتاح؟ انا قدام اختيار صعب، كفتين ميزان، كفه فيها حق اللي راحوا وكفه فيها ايضا. اختيار صعب مش كده؟ انا فاهمه ايتم بتفكر في ايه. هي مش بس بتفكر انك بتبعد عنها، هي بتفكر انك بتبعد عنها وقربت مني. انا هتكلم معاها فهمها ان مفيش اي حاجه بينا. استنى دي نور. نور مين؟ وهي نور تعرفه هي كمان؟ ممكن افهم مين نور؟ نور دي قصتها طويلة، مفاتيحها كلها عند صاحبنا حازم. ممكن تحكي لي القصة الطويلة؟ تاني؟ تاني يا يحيى؟ هتخبي؟ أيوة حسين. إيه؟ القناة الأولى؟ لو سمحت ممكن تجيب لنا قناة الأولى؟ وقد صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية عن القبض على الخلية الإرهابية التي تخصصت في اغتيال ضباط الداخلية السابقين، وذلك بناء على قائمة قد وجدت مع الخلية الإرهابية بها أسماء ضباط كان سيتم اغتيالهم بعد عملياتهم الأولى التي استهدفت رجل الأعمال يحيى نور الدين الضابط السابق بوزارة الداخلية. كده عرفنا حازم كان اتصن فين الأيام اللي فاتت. بعد إذن سعادتك يا فندم، أنا عايز أضم الملف ده لقضية يحيى نور الدين. هي مش اتقفلت؟ إيه الملف ده؟ أنت كنت بتراقب حازم صقر؟ راقبته يومين لحد ما كشفني. ليه؟ مين طلب تعمل كده؟ يا فندم الملف ده بيثبت إن سيادة العميد حازم صقر كان بيعطل تحقيقات القضية وتعمد إخفاء الأدلة. إزاي إذا كان هو اللي قفل القضية؟ الكلام ده يا فندم كله مش داخل دماغي. وبعدين انا شفت الخليه اللي بيقولوا انهم قبضوا عليها، فيهم واحد انا شفته بعناية وحازم بيه بيحقق معاه في مكتبه على ذمه قضيه تانية. ازاي بقى يا فندم بقى هو اللي بقدره قادر حاول يقتل يحيى نور الدين؟ ملف العيال اللي ضربت نار على يحيى. اه بقول لك يا حسين، تعرف فاروق العقده، هشام رامز، طارق عامر؟ اه طبعا دول محافظين البنك المركزي. مالهم؟ تخيل بقى يا حسين ان انت معاك زكيبه فلوس ومفيش ولا ورقه من الفلوس دي على قيمه واحد من الثلاثه، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه روح امك ان الفلوس دي من 2003 ما شمتش ريحه البنك وانها اتسلمت يد بيد. ومين دي؟ دي بقى اللغز التاني يا فندم. واحده ساكنه في فيلا في حته متطرفه، كل فتره حازم بيبي يروح لها في السر. احنا نهرج يا سياده المقدم، يمكن يكون مرافقها ولا يكون مراته التانية، احنا مالنا بالكلام ده؟ ما انا كنت فاكر كده زي سعادتك لحد ما اتحريت عنها. الست دي يا فندم ملهاش أي وجود أساساً. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ملهاش أي أوراق رسمية، ملهاش أي أثر في كل السجلات. وبعدين لما رحت أتحرى عنها عند الدكتور اللي كانوا عنده، لقيتها كشفت باسم واحدة عندها 60 سنة. ده غير إن الدكتور نفسه كان متهم في جريمة قتل. وبعدين سبحان الله يا فندم، برضه بقدرة قادر الدكتور ده كان فيه تمرجي شغال عنده هو اللي لبس القضية. طيب سيب لي الملف ده. هتعمل ايه يا فندم؟ على مكتبك يا سيادة المقدم. تمام يا فندم. اتفضل. بعد إذن سعادتك. اتفضل. وصلت لحازم يا حسين؟ أنا رحت له البيت وقابلت مراته. قالت لي إن هو بايت بره بقاله يومين. لا 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 مش بتكذب. ما انا مش هدخل افتش جوه البيت يا حسين. وبعدين عربيته ما كانتش موجوده. طب لو في اي جديد كلمني. مع السلامه. ايوه حازم، اخيرا رديت. طب انت فين دلوقتي؟ طيب انا جاي لك دلوقتي حالا. ايوه دلوقتي، مع السلامه.
معلش اتأخرت عليك. ربنا يكون في عونك. قول لي بقى كنت عايزني فين؟ بلاش الشغل ده معايا يا حازم. ماشي يا يحيى، انا هجيب معاك من الاخر. القضيه اتقفلت، ريح نفوخك. فكر في المصايب اللي انت فيها. ليه كده حازم؟ ايه اللي غيرك؟ احنا في يوم من الايام كنا مسلمين ظهرنا لبعض، ما كناش نعرف حاجه اسمها غدر. مين اللي جاب سيره الغدر دلوقتي؟ انت وعيلتك اتعرضتوا لمحاولات قتل كتير، المحاولات دي وقفت بقالها فتره. مفيش حد بياخد كل اللي هو عاوزه. الامان له تمن. عمر الامان ما كان تمنه الحق، وانا مش هسيب حقي. فاهم؟ انا بقالي فتره عارف كويس انت بتعمل ايه. مش جايبك هنا عشان عايز منك حاجه. لا. انا جايبك هنا عشان اديك فرصه. فرصه اخيره تراجع نفسك. ده بس علشان العشره. وعلشان ان احنا كنا في يوم من الايام بنحمي ظهر بعض. اديني فرصه فوق. انت مش حاسس بنفسك ولا ايه؟ انت عليك ديون تسجنك 100 سنه. ده غير تهمه طارق، ويا عالم ممكن يظهر دليل كده ولا كده عرفنا مين هو القاتل. تعالى. انت بتهددني يا حازم؟ انا بوعيك. سلام يا صاحبي. حازم نور فين؟ ها؟ انت سمعتني كويس؟ جاي تسأل عليها بعد السنين دي كلها؟ معرفش فين، دور عليها. تفتكر صاحبك يحيى ممكن يعمل حاجة؟ اخبط راسه في الحيط. القضية دلوقتي في النيابة، والنيابة عايزة ورق ودليل، واحنا ورقنا سليم، مش عارف يعمل حاجة. برافو. يعني فلوس العزومة ما راحتش هقدر. ادمن يا سيادة الوزير. بس على فكرة أنا مش عازمك بره البيت عشان كده وبس. الحقيقة ليه عندك طلب تاني؟ ده لسه واخد أجازة من الطلب الأولاني. نعم يا سيادة الوزير، عايز إيه؟ شايف اللي في الصورة دي؟ احنا عايزينها.